ماذا تعرف عن الطلاق الغيابي؟ لا يشترط أن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق أمام زوجته، ولا يشترط علمها به، فمتى ما تلفظ به يعتبر طلاقا صحيحا وواقعا. وأجاب الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عندما سئل عن غياب الزوج عن زوجته لمدة طويلة وتطليقه لها بينه وبين نفسه وعدم إخبارها بأمر الطلاق، فكانت الإجابة أن الطلاق واقع إذا تلفظ به الزوج باللسان حتى لو لم تعلم الزوجة بذلك. وإذا حاضت الزوجة 3 مرات بدون علمها بالطلاق تكون عدتها قد انتهت بالفعل. شروط الطلاق الغيابي: يجوز للمرأة طلب الطلاق دفعا للضرر عنها في حالة غياب الزوج، فترفع أمرها للقاضي إذا لم ترضى غياب زوجها عنها لمدة 6 أشهر أو أكثر، ويقوم القاضي بمراسلة الزوج وإلزامه بالعودة. وإذا لم يعد يحكم القاضي بما يراه مناسبا من الطلاق أو الفسخ، ويجوز للمرأة رفع أمرها للقاضي سواء كان غياب زوجها عنها بعذر كالحاجة إلى المال وعدم إيجاده لعمل في بلده أو بدون عذر. ولكن الفرق بين الحالتين هو أن الزوج في حالة غيابه بعذر لا يلزم بالعودة ولا يؤثم إذا لم يعد، وفي حالة الغياب بلا عذر يجب أن يعود ويؤثم إذا لم يفعل. ثانيا، عدة الطلاق الغيابي: تبدأ العدة في الطلاق الغيابي منذ لحظة صدور الحكم النهائي بالطلاق من المحكمة، حيث ورد في فتاوى الأزهر أن عدة الطلاق الغيابي تبدأ عند صدور القرار النهائي من المحكمة، أي بعد انتهاء مدة الاستئناف والمعارضة وغيرها. وعدة الطلاق 3 حيضات لمن تحيض. حقوق المطلقة غيابيا: للمرأة المطلقة غيابيا حقوق لا تسقط عنها في الطلاق الغيابي. فالطلاق الغيابي لا يسقط حق المرأة في المؤخر، لكن يسقط حقها في النفقة والكسوة والسكن ونحو ذلك. وإذا كانت مصرة على النشوز للرجل أن يمتنع عن طلاقها ويذرها معلقة حتى تفتدي بمال.